أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع النموذج الثاني من نماذج اللغة العربية التي تقدمها دار أخبار اليوم بالإشراك مع وزارة التربية والتعليم، خدمة لأبنائها وبناتها من طلبة وطالبات الثانوية العامة. ونبدأ النموذج الثاني بالتنبيه المهم الذي سبق وأن نبهناكم إليه، وهو أن الإجابات المتكررة عن أسئلة الاختيار من متعدد والصواب والخطأ لن تقدر، ويتم تقدير الإجابة الأولى فقط. فينبغي من أبنائي وبنات طلبة والطالبات تحري الدقة في مثل هذا الأمر. نبدأ بالسؤال الأول في ورقة الأسئلة، والتي أنصح بأن تكون الإجابة عنه بعد الإجابة عن جميع الأسئلة، حتى يتسنى لنا الإجابة عن جميع الأسئلة، ثم يتبقى الوقت الأخير لموضوع التعبير، والذي ينبغي أن نأخذه بكل عناية واهتمام. من أمثلة هذه الأسئلة، اكتب في الموضوع التالي، هذا سؤال إجباري من قبيل التعبير الوظيفي، ويقول السؤال الذي بين أيدينا، اكتب فيما لا يزيد عن 9 أسطر ولا يقل عن 6 أسطر رسالة إلى رجال الأعمال الوطنيين تطالبهم فيها بضرورة العمل على المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، دون ذكر أسماء أو عناوين. أنبه أبنائي وبنات الطلبة والطالبات، ينبغي أن ألتزم بالمطلوب، السطور لا تزيد عن 9 أسطر ولا تقل عن 6. وقد سبق وأن نبهت إلى أن الموضوع الخاص بالتعبير الوظيفي يشمل أشياء متعددة، قد يكون عدة أسطر مطلوب اختصارها، أو حكمة مطلوب بسطها في عدد أكبر من السطور، أو غير ذلك من الأمثلة المعروفة. ثم يأتي بعد ذلك سؤال التعبير الإبداعي، وهذا السؤال قد يأتي من خلال رأسي موضوع، وأحيانا يأتي المبتحن بثلاث موضوعات والمطلوب الإجابة عن واحد منها فقط. وينبغي على أبناء الطلبة والطالبات تحري الدقة في الأسلوب وتجنب الأخطاء الإملائية والنحوية، لأنه سوف تتم المحاسبة بجدية على مثل هذه الأشياء. ولا يستمع البعض إلى أن سؤال التعبير لا يقرأ، ولا يستمع البعض إلى أن سؤال التعبير تقديره جزافي، فمثل هذا الأمر بعيد تماما عن الصحة. هيا بنا أعزائي الطلبة والطالبات نتعرض لبعض رؤوس الموضوعات حتى يتسنى لنا التدريب عليها استعدادا للامتحان. يقول الموضوع الأول، إن السلام والاستقرار لا يتحققان إلا بالحوار الهادف والقوة الرادعة والاعتماد على الموارد الذاتية. موضوع آخر يقول، النظافة سلوك حضاري وإحساس بالجمال وارتقاء بالذوق، والأمم الواعية المتحضرة هي التي تنمي ذلك في أبنائها. موضوع أخير يقول، اكتب قصة لا تزيد عن 30 سطرا تنتهي بهذه العبارة، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ينبغي أعزائي الطلبة والطالبات أن أنبهكم إلى ضرورة العناية بالأسلوب وبلاغته، والاستعانة ببعض آيات الشعر التي تحفظونها، وكذلك الآيات القرآنية والحكم الفصيحة، إلى غير ذلك من الأساليب الجيدة التي تنمي الموضوع وترفع درجته أمام الممتحن.